بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام ومستمعينا الاعزاء بحفظ الله وتوفيقه ورعايته، ينطلق الشوط الثامن في مجموع الاشواط، حيث اليوم عندنا 10 اشواط وهذا هو الشوط الثامن والخاص بفئة الجعادين. ما شاء الله، شفنا وتابعنا منافسات شيقة، وفي هذا الشوط أيضا نتوقع منافسة حامية وشيقة تمتع الجماهير وتمتع المحبين والعاشقين لهذه الرياضة العربية الأصيلة. عودة إلى المركز الأول وإلى دبوس على المركز الأول، أحمد بن حمد بن نصيب بن عبيد الجنيبي على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما على المركز الثاني منذر لمحمد بن سعيد بن محمد الكتبي. ننتقل إلى المركز الثالث، هنالك حشيم لراشد بن سلطان بن راشد بن مساعيد الكتبي. وشوف المركز الرابع، الرابع يا محمد، شوف المركز الرابع والخامس، لأن الأسماء أيضا واصلة وقادمة في هذا الشوط أيضا السريع والشوط المندفع. المركز الرابع هذا ولد الظبي الاشطيط بن مصبح بن مزحار الكتبي. والمركز الخامس أشوف هنا أيضا ثابت لسعيد بن معضد بن سعيد بن هويدن. هذه النتيجة متابعين الكرام، قطعنا الكيلومتر الأخير مع نداءنا الأول لهذا الشوط، ولكن هنالك أيضا تحديات وهنالك شعارات قوية تشارك في هذا الشوط وفي هذا التحدي الكبير. ما شاء الله، أشوف هنالك المراكز المتقدمة، أشوف المراكز المتقدمة كذلك والمنطلقة في هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، أشوف على المركز الأول الصدارة والمركز الأول صدارة هذا الشوط. أشوف على المركز الأول المركز الأول هنالك أيضا ما يزال دبوس على المركز الأول، أحمد بن حمد بن نصيب بن عبيد الجنيبي منطلقا على المركز الأول متصدرا لهذه القائمة. المركز الثاني منذر لمحمد بن سعيد بن سليم على المركز الثالث. أشوف القادم والواصل في هذه اللحظات، ما شاء الله، أشوف المركز الثالث مرفوق هنا على المركز الثالث، شعار أيضا سالم بن خلفان بن حمد الحافري منطلقا على المركز الثالث. المركز الرابع، الرابع 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 القادم بهذه اللحظات والمنطلق، هنالك حشيم لراشد بن سلطان بن راشد بن مساعيد الكتبي. والمركز الخامس، ما شاء الله تبارك الله، المركز الخامس ثابت سعيد بن معضد بن سعيد بن هويدن، ولكن خلاص شوف الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، ما شاء الله بدأت المسافة تتناقص، بدأت الأمتار تتناقص. شد حيلك، شد الحيل يا أيضا يا الجنيبي، وشد حيلك يا بن سليم. الجنيبي ما يزال على المركز الأول منذ الانطلاقة وهو يحكم القبضة ومتمسك بالمركز الأول حتى هذه اللحظات، راعي دبوس أحمد بن حمد بن نصيب بن عبيد الجنيبي. ما شاء الله، المركز الثاني بن سليم يرفع راية التحدي ويرفع راية التهديد مقدما لنا منذر محمد بن سعيد بن سليم. يلا يا راعي منذر، حرك منذر، وصلكم شعار الحافري سالم بن خلفان بن حمد الحافري مع مرفوق، ولكن مسجل باسم سعيد بن عبيد بن نهيل الخاطري. ولكن أشوف 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 على المركز الأول شعار الجنيبي، ما شاء الله، شعار الجنيبي ينطلق على المركز الأول، يتقدم على المركز الأول، ينطلق بالناموس، ينطلق بالفوز. سلام 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 من هذه اللحظات، سلام وناموس وناموس يا راعي أيضا دبوس، يا راعي دبوس على المركز الأول يحكم القبضة منذ الانطلاقة، سار راس وأنهى هذا الشوط راس، ما شاء الله، سلام سلام يا راعي دبوس. تهانينا والناموس لأحمد بن حمد بن نصيب بن عبيد الجنيبي على هذا الفوز المستحق والفوز الجميل. المركز الثاني محمد بن سعيد بن سليم قدم لنا منذر، على المركز الثاني سالم بن خلفان بن حمد الحافري قدم لنا مرفوق على المركز الثالث. هنالك 4 دقائق 35 ثانية و96 جزءا من الثانية
هو توقيت دبوس لأحمد بن حمد بن نصيب بن عبيد الجنيبي. تهانينا والناموس لك الجنيبي، هو كان مسيطر سيطرة كاملة منذ الانطلاقة وحتى خط النهائي وسجل الفوز وأيضا حلق ببطولة هذا الشوط. تهانينا والناموس لك الجنيبي، وتهانينا والناموس لكل الفائزين، وحظا أول